مشير عثمان، واحد من نجوم الزمن الجميل في الأهلي. صحيح مسيرته كانت قصيرة كلاعب بسبب ظروف الحرب من 67 حتى 78، لكن كانت بصمته واضحة. مشير عثمان اسم كبير في عالم تدريب كرة القدم، ومشوار مهم مع الساحرة المستديرة سواء داخل أو خارج مصر. 42 عاماً مع تعليم وتدريب كرة القدم، تجارب تدريبية بلا حدود. تخرج من تحت يديه الكثير من النجوم والمدربين، وأيضاً نجاحات وإنجازات كثيرة مع فرق كبيرة وصغيرة. حبه وعشقه للكرة ممتد من طفولته حتى الآن، فبعد أن توقف عن التدريب استمر عطاؤه معها كمحاضر يعلم المدربين كيفية تدريب كرة القدم. يعرفونه خارج مصر أكثر من داخلها، يحصل على تقدير كبير بالخارج، وحتى الآن لم تستفد الكرة المصرية من خبراته وتجاربه التي يمكن نقلها إلى المدربين الصاعدين، وينطبق عليه المثل القائل: زمار الحي لا يطرب. مشير عثمان تميز خلال مسيرته بأخلاقيات وأدبيات قلما تجدها في لاعب أو مدرب، فهو لديه قواعد صارمة في الانضباط والالتزام والقيم تعلمها في مدرسة الأهلي، ونقل كل هذا إلى لاعبيه وتلاميذه من المدربين. مشير عثمان هو ضيف المجري هذه الليلة، تعالوا نرحب به. كابتن مشير، أهلا بك في بيتك، أهلا بك على شاشة الأهلي.